شهر رمضان هو مناسبة دينية مميزة في الجزائر. السلام عليكم، شهر رمضانكم كاين كل خير اليوم، كاين القصبر، النعناع، الحشيش. الحشيش هو تاع هو مول القفا. وكما هو فرصة للعبادة والتقرب لله، فهو أيضا شهر تبان فيه العادات والتقاليد اللي تحرص العائلات في كل الولايات على تجسيدها. السلام عليكم حمزة. كيش تلما قرنات فكرتني باللي اليوم النص تاع رمضان ليلة النص وصلني الدار على المقرنة. شنو راه يدير؟ كاينة مقرنة هادي شو 50 متر. هادي شي محمصة وهادي محمصة. محمصة على واش لا ديفيرونس بيناتهم؟ هادي البلديين ياكلوها محمصة. تاع البلديين؟ ياكلوا هادي. نعم. تسمى كل واحد كيفاش يديرها؟ شاكا سونكو. اللي ما يديرهاش هادي في القليعة نهار العيد ونصف أيام كيفاش؟ نديروها في الأعياد هادي خويا. ما محنا. تعرف. ساكري وي. كل واحد باش أعطيني مالا كيلو. نصف أيام نطيبوا كلش. عندنا نطيبوا نقطفة تاع الدار. وعندنا كاين حتى السحور دوكا يسحروا بالمقارنة. ونديروا طعام نسحروا به. عندنا طيب، عندنا فلفل درسة تاع شطيطحة. عندنا نطيبوا شيتو المرقة، حنا نركشوا على المرقة. المرقة حمراء. حنا نديروا هنا المقارنة. هذه هي أصلها تاع القليعة. شراوي يدير الحمد لله الحمد لله. شراوي يدير اللحم اليوم؟ اللحم يدير 270. بالنصفية تاع رمضان جيتو تشوف ما وقت الغاشي وكذا الدنيا في القليعة. شريبه بيضة يديروا المقرنة، ها من ذاك يديروا عصبان. كل حاجة بطبع، واش بسفيرية الله الله، واش من برانية، برانية ماشي تسرقوا القرينة، لا لا، برانية هذي تدير بلا بيونداشي والجميرات الله الله بطبع، دوك راه كاين تاويل كاين كوش، كل حاجة بطبع، والصمصر، كاين تاع العجينة وكاين تاع الديور، والمحنشة، كاين تاع الديور وكاين تاع العجينة، كل حاجة بطبع. اليوم عائلة من عائلات القليعة مدينة الهمة والشان فتحت لنا بابها ورحبت بينا وسط دارها باش نقاسموها الاحتفال بالنصفية ونتعرفوا معاها على عادات الجدود. مرحبا بكم ومرحبا بقناة الشروق عندنا في القليعة، ومرحبا بسي مصطفى لأننا مولفين معاه الله يبارك، راهي عشرة قديمة. مرحبا بك سي مصطفى، ومرحبا بسي محمد. وفوالا دوك حنايا كنا نستناو في النصفيه، عم الرجال تاعنا راحوا قضاو لنا حاجات اللي لازمين باش نديروهم، كيما الزبيب كيما اللوز كيما حاجات اللي نواسيوهم في النصفيه، وشراو لنا الحنه. ليله النصفيه مميزة بأكلاتها اللي تفضل العائلات القليعية أنه تكون تقليدية من خلال طهو طبق المقرنة أو حتى السفة اللي تعبر عن حضارة المدينة الموريسكية. احنا في رمضان كما كنت تشوف في أختي كانت توجد لكم في السفة، كانت توجد في السفة، نديروها بالمكسرات والزبيب والعسل، كاين يدير لها السكر، كل واحد كيف يوجدها. وهذو هما لي سبيسيفيسيتي اللي عندنا في كل منطقه، كل منطقه عندها الخصوصيات تاعها. حنا عندنا هنا في القليعه عندنا هاد السفه نديروها سامبل، فيها الزبيب والمكسرات، ونشبحوها بالجوز واللوز والبيض. بيان سور البيض نديروه باسكو سي كونسيستون، فيه لي بروتيين وكل شيء، باش الانسان غدو من ذاك يصبح صايم يكون مليح، يعني تشد له على قلبه. واللبن ثاني ايه، وعندنا ثاني على بالك في احنا عندنا في القليعه كاين اللي يديروا المقارنه اللي هي مقارون بالترك. في الجزائر في العاصمه يعيطوا له مقارون بالترك، في البليده يعيطوا له مقارون لعمة، وحنا نقولوا المقارنه. ما فيش رشال يعيطوا له نوتر ابيلاسيون، نقولوا له القيرنه. دونك بصح عندنا غير في لو سونتر هذا طبق عثماني من وقت العثمانيين باقيين متمسكين فيه. العادات المميزة للجزائريين نلمسوها بشكل كبير في ليلة 15 رمضان أو كما يسميوها ليلة النصفية اللي تحتفل بها العائلات
وتحضر فيها أكلات تقليدية أو حتى تصوم الطفل الصغير أول مرة، بلا ما ننساو لمة الأحباب على مايدة واحدة. نديروا الختانة، نديروها في ليلة 27، وكاين اللي يديروا، كاين اللي يديروها في النصفية. فالنصفية يكونوا بلوز عليز، يكونوا مازالوا ماشي عيانين، ويكونوا ايه وصوموا زراري. نخرجوا ثاني في الليل نشريوا لهم حوايج تاع العيد. العرضة درنا العرضة تاع العرايس، نبداو من العاشر وحنايا نبداو كل ليلة نعرضوا عروسة، ولا في العائلة اللي تكون جديدة نعرضوها نجيبوها تفطر معانا ونديروا عليها السهرة. سهرة كما راك تشوف، حلاوات، كاين القطايف، المحنشة، لي سيجار، المقروط، على كل لون المعاجن. بصح حنا كاينه حاجه، حنا عندنا السحلب، حنا ما نديروش لاتاي. لاتاي غير من 62 لهنا اللي ولا في الجزائر يعني مبازيين عليه. وهنا في النصفيه يديو حق العروسه، يديو لها حقها، مثلا يديو لها السفه، ويديو لها الحلويات اللي هما القطايف والمحنشه ولي سيجار والمقروط ولا اللي هي، ويديو لها حويجه مع ريحه، قرعه ريحه، ولا اللي عنده مكفي يدي لها خويتم، خاطرش في العيد يزيدوا يديو لها المهيبه. دونك في النصفيه يديو لها حقها تاع النصفيه. فهذا اليوم تقوم المرأة القليعية بطهي ما لذ وطاب من الأكلات التقليدية، وتستضيف أقرب الناس لها باش يشاركوها فرحة هذا اليوم. والسحلب يديروه في رمضان، يديروا السحلب اللي هو اون بواسون شود سخونة، نديروا فيها القرفة، القروفل، سكنجبير، الخنجلان، الكبابة، جوز الطيب وجوز الرقيق. هذو سبعة حرور ديرهم قاع حطب، ما ديرهمش مرحيين. برك القرفة ديرها حطب وتزيد لها مغرفة ولا زوج تاع، دير كيما نقولوا حنا على ربع غبرة، ايه على ربع ريتلات حتى تولي على زوج ريتلات، وديروا لها معاها في قلبها يتبخ معاها سكر قندلي اللي كانوا يجيبوه من الهند بكري. كانوا في الجزائر الدنيا تدير غير بالسكر قندلي، ما السكر الاخر كاع ما ونديروه يتبخ حتى يولي قلت لك على زوج ريتلات، اللي يولي بوخ يجي كي سيرو، ويجي حريور، يجي حر كي تشربوا. كانوا العائلات الكبار الكل يديروه ثاني في البرد، في الايام اللي تكون قاسحه، وين يكون البرد قاسح يديروه يشربوه باه يدفاو. السيده خداوجزيه تحكي لنا على عادات وتقاليد هذه المدينه العريقه، وتشاركنا معاها بعض اللحظات اللي راح تبقى راسخة في بال حفيدها اللي صام أول مرة بعد ما فطروه وكرموه بكاس شربات منقوع بخويت مذهب. ووليدنا عبد الرحمن صام اليوم نهار الأولاني اللي صام، درنا له الشربات ودرنا له المثوم كما حب هو، وحطيناه على جنب البير. والله دوك ايه وليدنا رايح نشربوه، هنا درنا الخاتم في قلب واسمه، بسم الله. شربي غير شويه، ماذا بيا ندير له حنينه في يده، ها هي خالته هنايا تربط له وقدموا عليه باش تقعد له ذكرى. بدا البادي وبسم الله يبدا البادي، والصلاه على رسول الله هو سيد الأسيادي.